بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من نظم إمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقارئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محذر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا للراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراء دانيه لظهر أدخل والطاء والدال وتا منه ومن والطاء والدال وتا منه ومن قل يا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفام أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وجنة مخرجها الخيشوم. باب صفات الحروف. صفاتها جهر ورخ مستفل معفتهم مصمتة والضد قل مهموسها فهثه شخص سكت شديدها لفظ أجرقة بكت وبين رخو والشرير لنعمر وسبع علو خص ضغط كذ حصر وسبع علو خص ضغط كذ حصر وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وتر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صحها قبلهما والانحراف صحها في اللام والراء وبتكرير دعن وللتبشي الشين ضاد استطل. باب التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحه القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله
واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. باب في ذكر بعض التنبيهات فرققا مستفلا من أحرف وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمز الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف على الله ولو والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحق الحق وسين مستقيم يسقو واحرص على الشدة والجهر الذي وبينا فيها وفي الجيم كهب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أهدت الحق وسين مستقيم يسكو. باب الراءات ورقك الراء إذا ما قصرت كذاك بعد القصر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت القصرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخفي تكريرا إذا تشدد. باب اللامات وأحكام متفرقة وبخم اللام من اسم الله أن فتح أو ضم كعبد الله وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلقكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمهذورا عصى ورع شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم ككرب وبلى وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبح لا تزغ قلوب فالتقم. باب الضاد والظاء والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاء وكلها تجي في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أي كل وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواذ كظم ظلما أغل الظلام ظفر انتظر ظما أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى عضين ظل النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وبروم ظلوا وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا يظللن محظورا مع المهتظر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ لا الرعد وهود قاصرة والحظ لا الحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم واضطر مع وعظت ما عفدتم وصفها جباههم عليهم
باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي باب أحكام النون الساكنة والتنوين وحكم تنوين ونون يلفى إظهار نظام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بجنة لزم وأظهرنها وألغما بجنة في يومن إلا بكلمة إلا بكلمة كدنيا عنون والقلب عند الباب جنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا باب المد والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل حمزة متصلا إن جمعا بكلمة وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا باب معرفة الوقف والابتداء وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقاسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الأي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطر ويبدا قبله وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب باب المقطوع والموصول واعرف لمقطوع وموصول وتى في المصحف الإمام فيما قد أتى فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبد ياسين ثانيه دلا يشركن تشرك يدخلن تعلو على ألا يقولوا لا أقول إما بالرعد والمفتوح سل وعما نه قطعوا مما ملك روم النساء خلف المنافقين أمن أسس فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما لن عام والمفتوح يدعون معا وخلف لنفال ونحل وقعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كدا قل بئس ما والوصل سف خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفضتم اشتهت يبلو معا ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل شعراء وغيرها سلا فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعر الأهزاب والنساء وصف وصل فإن لم هودا ألا نجع معا كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم حج
عليك حرج وقطعهم أمن تولى أمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام وهو تحين في الإمام سل وهلا ووزنوهم وكالوهم سلي كدا من الويا وها لا تفصلي باب التاءات ورحمة الزخر في بالتاء الزبرة لعراف روم هود كاف البقرة نعمتها ثلاث نهل إبراهام معا أخيرات عقود الثانهم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تهريم معصية وقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطر شجرة الدخان سنة فاطر كل أولا فال وأخرى غافر قرة عين جنة في وقعت فطرت بقيت وابنة وكلمت أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف باب همز الوصل وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال القسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين باب الوقف على أواخر الكلم وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعد الحركة إلا بفتح أو بنسب وأشم إشارة بضم في رفع وضم وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر من يحسن التجويد يظفر بالرشد والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله تمت المنظومة والحمد لله رب العالمين. Simai ataupun membaca hafalan dan penjelasan bagaimana Ustaz menjelaskan ke antum dari awal sampai akhir. Alhamdulillah.